وأيضا عن عالم آخر وهو يحيى بن أبي كثير، أيضا فيما رواه الفريابي في القدر رقم 72 بعد 300 قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، أي اجعل لك طريقا لا تسير فيها ولا ترى فيها أهل البدع. انظر إلى عظم السنة وإلى عظم أهل السنة وخوفهم على أنفسهم من أهل البدع.